بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم ونجدد لكم اللقاء والتحية في هذه الأمسية التراثية الجميلة الخاصة بانطلاقات سن الإذاع في أمسية الرموز الفضية. مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق شوطنا العاشر الخاص بالإذاعة القعدان وشوط خاص بالقعدان العمانيات. يسير هذا الشوط، يحمل لنا في طياته العديد من الأسماء المميزة، وجائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة عينية قيمة تويوتا لاند كلوزر بيك اب أو تويوتا لاند كلوزر ستيشن جي اكس، رصدت للفائز بالمركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام، جوائز عينية قيمة هنا في هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. نسير مع هذه الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط مباشرة مع المركز الأول. صدارة الشوط، أول الأسماء المدشنة للنداء والإذاعة هنا مع المركز الأول، رياض ظافر بن راشد بن مسعود بن حباب المظفري، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والكبيرة. بينما المركز الثاني أتابع التقدم والوصول مع المركز الثاني، هنا يتقدم صلف بشعار علي بن حمد بن علي بن مقارح، مقدم لنا صلف مع المركز الثاني. والمركز الثالث وصول وتقدم في هذه اللحظات من مشغل راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري، يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والكبيرة من خلال تقدم مشغل. بينما المركز الرابع وصول وتقدم من مداوي ضابط بن مبارك بن محمد بن ضابط الدوسري، مقدما لنا مداوي على رابع المراكز. بينما المركز الخامس وصول وتقدم من قناص راشد بن سالم بن محمد بن دوحة، مقدما لنا قناص مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. يا سلام الذي يحمل لنا هذه الأسماء المميزة والشعارات الكبيرة في أمسية ولا أروع، أمسية مشاهدينا الاستثنائية تجمع هذه الشعارات التي توافدت من شتى دول مجلس التعاون الخليجي لها في هذا المهرجان السنوي الكبير الذي يحتضنه ميدان التحدي، مهرجان الأمير الوالد، المهرجان الغالي على قلوب الجميع. مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود هناك مع الصدارة مع المركز الأول مع البداية. مشغل هنا بشعار راشد بن ناصر بن محمد بن شابل بدأ يقدم لنا مشغل بتحدياته المميزة والكبيرة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني أتابع التقدم والوصول من صلف علي بن حمد بن علي بن مقارح، يتقدم بشعاره الشطرنج الجميل، يحضر هنا بن مقارح ليقدم لنا أحد النوعيات المميزة في هذا المسار الرائع والجميل من خلال تقدم اسم صلف مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصول من شعار المظفري، مقدم لنا أيضا رياض ظافر بن راشد بن مسعود بن حباب المظفري، مقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والكبيرة مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع، المركز الرابع الوصول والتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام، يصل هنا النداوي راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية، مقدم لنا النداوي مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس وصول وتقدم من قناص راشد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة، مقدما لنا قناص يبحث عن التويوتا لاند كلوزر ستيشن جي اكس، هناك مرصودة للفائز بالمركز الاول. مشاهدينا متابعينا الكرام، من سعيد الحظ الذي سيحظى بهذه الجائزة الثمينة في مسار وتحديات هذا الشوط، شوطنا العاشر الخاص بالإذاعة القعدان العمانيات. مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن عودة هناك مع الصدارة مع المركز الأول. مشغل هنا مع البداية، وسلالة مشغل تحضر هنا في هذا المسار المميز مع شعار بن شابل الذي يقدم لنا أيضا اندفاعه
والأروع هنا مع البداية مع المركز الأول وصدارة الشوط. راشد بن ناصر بن شابل المري من يقدم لنا انطلاقة شعاره مع المركز الأول، بينما هنا أتابع شعار محمد أيضا الحاضر والمنطلق مع ثاني التحديات، مقدما لنا اندفاعة وحضور سلف علي بن حمد بن مقارح مقدما انطلاقة سلف مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصل شعار المظفري مع رياض، ولكن شوف الدخول من ميمنة الميدان، تدخل النداوي راشد بن محمد بن حمد الدعية مقدما لنا النداوي في هذا المسار المميز والكبير. المركز الرابع يتقدم هنا رياض ظافر بن راشد بن مسعود المظهري، ولكن وصلت الأسماء وصلت الأسماء، شوف الوصول، وصل داحز هزاع بن عجلان بن مبارك المظهري الهاجري بدأ يقدم لنا شعاره، وأيضا وصول وتقدم من مشارب خالد بن حمد بن صالح القمر، ووصل شعار صايد الرموز يطمع بنقطة ثانية في هذا المسار المميز من خلال تقدم جميل الحاضر والمنطلق في هذا المسار المميز والكبير. يصل شعار الخيارين مع جميل منصور محمد المنصور الخيارين، يا سلام، هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات المميزة والكبيرة. ولكن بن شابل مع الصدارة مقدم لنا مشغل مع البداية مع المركز الأول مع الصدارة، يا سلام، يبقى يروح بالسيارة بستيشن هو اللاند كلوزر الجي اكس. مشاهدينا متابعين الكرام مع المركز الأول 1200 تجاوزناها هنا بقيادة مشغل من يقود الأسماء بشعار راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري، بينما ثاني الأسماء يحضر هنا شعار النداوي راشد بن محمد بن حمد الدعية مقدما للنداوي، والمركز الثالث جميل الحاضر أحد الأسماء أيضا الخطيرة في هذا الشوط يحضر شعار الخيارين مقدما لنا جميل باندفاع مميزة وكبيرة مع المركز الثالث والمركز الرابع. شوف القدوم وصول في هذه اللحظات من قناص راشد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة، والمركز الخامس وصل بن مقارع، ولكن عودة مع البداية مع مشغل مع الصدارة مع المركز الأول، الأجواء النهائية الأجواء الأخيرة، الله، يا سلام، راشد بن ناصر بن محمد بن شابل، ولكن الدعية يغير مع الأمتار الأخيرة والمجنونة، هنا راشد بن محمد بن حمد الدعية يقدم لنا شعاره، ولكن شوف الوصول اللي وصل في هذه اللحظات، وصل مشارب خالد بن حمد بن صالح القمرة، جميل من الجانب الآخر بشعار الخيارين منصور بن محمد بن منصور الخيارين، ولكن الدعية مع المركز الأول، السيارة بالانتظار اللاند كلوزر ستيشن جي اكس هناك المرصودة مع الأمتار الأخيرة، ولكن البداية وصدارة الشوط الدعية ولا الخيارين من الجانب الآخر، هذه العوينة ولا الدعية بالعضيلي مع الأمتار الأخيرة، الله، يا سلام، ولكن جميل أهالي العوينة، سلام العوينة، سلام صايد الرموز، سلام، تهانينا والناموس لمنصور بن محمد بن منصور الخيارين، والتهاني أيضا لغانم بن منصور من قاد هذا الشعار، سلام يا العوينة على هذا الأداء المميز والكبير. المركز الثاني وصل مع المركز الثاني نداوي راشد محمد بن حمد الدعية، والمركز الثالث كان الوصول من شعار بن العضيلي من فاجأنا مع الأمتار الأخيرة. مشاهدينا متابعينا الكرام، بينما المركز الرابع وصل مع المركز الرابع مشارب خالد بن حمد بن صالح القمرة، والمركز الخامس كان الوصول من قناص راشد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، كان شعار صايد الرموز حاضرا مع الموعد لينتزع السيارة الثانية بهذه الأمسية التراثية الجميلة. مشكور يا أبو منصور على هذا الأداء المميز والكبير، سلاماتنا لأهالي العوينة، 9:12، 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمنصور محمد بن منصور الخيارين، والتهاني لغانب بن منصور. بينما المركز الثاني كان الوصول من النداوي اللي ما قصر أيضا بهذا الشوط، 9:12، 26 أجزاء من الثانية، تهاني والناموس راشد محمد بن حمد الدعية. بينما المركز الثالث كان شعار بن عضيلي حاضر مع الموعد أيضا بتوقيت زمن 9:12، 46 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لراعي ديباج أحمد بن محمد بن سعيد بن العضيلي العامري.